في مستشفى ميداني بتتعمل في البنزينة بتاعت موبل، مكان الحتة بتاعت تغيير الغاز للعربيات، فهي حتة ليها بوابة واحدة والباقي الحيطان بتاعتها إزاز. فأنا دخلت جوه، طلعت تاني لسه وأنا طالع اتضرب خرطوش، حسيت بوجع تحت عيني، لفيت لقيت نفسي اتعورت خرطوش تحت عيني، الحمد لله جت نص مني بالظبط تحت عيني. كان في المستشفى بالظبط 4 أو 5 بنات وأربع أولاد مصابين، هو أنا مصاب واحد كمان دكتور أو دكتورين. فجأة حصل هجمة من الإخوان، فبقيت المستشفى جوه الإخوان. حصل هرب كده في المستشفى، والناس اللي حوالين المستشفى جريت، وفضل الأربع مصابين وأنا والدكتور والأربع الخمس بنات. وقفنا مسكنا ايد بعض كده وحاولنا نقفل البوابه، وقعدنا نقول لهم احنا مستشفى ميداني، احنا مالناش دعوه بحاجه، احنا ناس سلميين، احنا معانا مصابين، احنا معانا بنات، احنا معانا اي حاجه. طبعا كان الرد بتلطيش بالاقلام، بقله ادب، بسب دين، انهم ناس مسلمين واحنا كفار، كانوا بيسبوا لنا الدين. وما تتكلموش خالص، اخرسوا خالص، مش عايز اسمع صوت. كان في حد معانا في المستشفى من الستات، كانت كبيره في السن، كانت بتحاول تزعق لهم وتكلمها، كان الردود في منتهى السفاله، اسكتي خالص، انت ما تتكلميش يا مره، انت ادخلي جوه، احنا ما وجهنالكيش كلام. وبعدين واحد منهم فجاه راح قال طب خلاص احنا نستنى الشيخ مؤمن، وهو لما يجي يقول ناخدهم ولا نقطع ايديهم. دخل الشيخ مؤمن بص كده قال طيب الحريم تطلع بره والرجاله تفضل عشان نذبحها. هو الشيخ مؤمن قرر ان احنا نذبح، فابتدى برضه شويه بنات كانت تخاف وابتدت تطلع بره، ما عدا بنتين اللي هي الست الكبيره وبنت تانيه محجبه ما قابلتهاش لحد دلوقتي، بس احب اشكرها لو يعني لو هي سامعاني في اي حاجه. البنت دي فضلت واقفه قدامنا وقالت احنا مش هنمشي زي ما احنا ولاد وبنات مع بعض، هنمشي مع بعض، مفيش بنات هتطلع، كلنا هنطلع مع بعض، لو هتسيبونا هتسيبونا كلنا. فراح الشيخ مؤمن قال خلاص احنا هنشوف ايديهم، الايدين نضيفه يبقى ما كانش بيرمي طوب، الايدين عليها تراب يبقى كان بيرمي طوب. فابتدوا ياخدوا ايدينا واحد واحد ويبصوا على ايدينا، الايدين كانت فيها دم او نضيفه يبقى هو ما كانش بيرمي طوب، اللي ايديه فيها تراب يبقى اكيد كان بيرمي طوب، وده حسابه مع الشيخ مؤمن بعد ما يخلص الجزئيه دي. فكان حظي الحلو ان انا كان ايدي فيها تراب عشان كنت برمي طوب. ابتدوا بقى يسالوا عن البطايق، انتوا مسلمين ولا مسيحيين؟ انتوا عايزين نشوف البطايق، انتوا مسلمين ولا مسيحيين؟ الولد اللي جنبي طلع لهم بطاقته، اول ما تحط ايده في جيبه راحوا مطلعوا كل حاجه في جيبه، موبايله وبطاقته ومحفظته وكل حاجه، واخدوها منه ولحد دلوقتي هو ما اخدهاش. بعد كده راح جه الراجل الامين عام لحزب النور ده، دخلنا جوه بير سلم كده في عماره في خليفه محمود، وقال لنا انتوا تخشوا جوه ما تطلعوش لاخر اليوم. يعني مش هقدر اشرح لكم الرعب اللي كان موجود، انه احنا واقفين في بير سلم متحاصر بكميه ناس جوه عينيها غضب غير طبيعي، وكلام بقى انا والله العظيم والله العظيم لو عليا البس حزام ناس بخش اموتهم كلهم اللي جوه دول، مش عارف ايه، واحد يجيب سيف بره يقعد يعمل لها كده على رقبته هنذبحكم كلكم. يعني ما اعرفش هما كانوا جواهم جوه عينيهم وجواهم غضب، لو هما بيحاربوا في حرب ما تلاقيش يعملوا كده، هما بيعملوا حاجه لو ما عملوهاش كان ربنا يعاقبهم عليها، يعني هما بيعملوا واجب